صباح الخير على حضراتكم، وصباح الأمل والتفاؤل والبهجة اللي دايما بنطل بيها هنا في 8 الصبح. جه موعدنا النهاردة مع المذيع الصغير اللي بينطلق فقط من شاشة دي ام سي في 8 الصبح. النهاردة احنا معانا موضوع مهم جدا جدا جدا، المذيع زميلي اختاره، هو موضوع عن الأسنان والاهتمام بنظافة الأسنان، وانه ازاي الأسنان مرتبطة بشكل عام بالصحة العامة. بتشرفني النهاردة وبتكون ضيفتي النهاردة الدكتورة نانسي محمود، استشاري طب وجراحة الأسنان. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا داليا حبيبتي، عاملة ايه؟ صباح الفل، اخبار حضرتك على ايه؟ على مشاهدين الدي ام سي كلها وبرنامج 8 الصبح. ايه رأي حضرتك النهاردة في الموضوع، ان احنا المذيع الصغير طفل عنده حوالي 11 سنة هو مختار فكرة الأسنان وصحتها وارتباطها بصحة العامة للجسد؟ طبعا طبعا، وكويس ان احنا طبعا عشان اهتمام، زي ما كنا بنتكلم ان الاهتمام بالسنان هو المفروض بيبتدي من السن الصغير وبيبتدي كمان من الجنين وهو في بطن والدته. الجنين طبعا ده بيسنن بعد مثلا حوالي سنة او اتنين من عمره يعني. بالظبط، لان هو بياخد الكالسيوم الخاص بالاسنان وهو مامته حامل فيه، بياخدها من عظم الام. مهمه المعلومه دي. ايوه خلاص، هننطلق النهارده بيه المذيع الصغير، ولكن اسمحي لي نروح بس كده نتعرف على زميلي نور اللي هيشاركني النهارده تقديم الفقره. نروح لنور نعرف كده معلومات كده بسيطه عنه ونرجع تاني لحضرتك. معايا بقى النهارده زميلي نور الدين اللي بيشرفني النهارده بقى ولابس بدله بقى ومتأنتك. صباح الفل عليك يا نور. صباح الفل، اخبارك ايه؟ الحمد لله. مستعد؟ مستعد. انطلق. صباح الفل والهنا والسعاده، ويوم سعيد على كل مشاهدين برنامج 8 الصبح، معكم نور الدين اسلام. النهارده معانا موضوع مهم جدا وهو اهميه الاسنان. قبل ما هنبتدي عن أهمية الأسنان، أحب أشكر جدا أستاذة داليا وأقول لها اللي أنا مبسوط جدا اللي أنا على شاشة دي أم سي بقدم فقرة المذيع الصغير. دلوقتي هنبتدي الفقرة. أهمية الأسنان دي بتبقى بالنسبة للأطفال اللي هي حاجة إيزي، بياكلوا حلويات وبيبوظوها عادي، عاملينها كأنها زي لعبة كده عادي موجودة في أسنانهم في بقهم، ياكلوا بيها كل حاجة تبوظ ما تبص عادي. فالنهاردة هنتكلم عن أهمية الأسنان مع ضيفتنا الدكتورة نانسي محمود، استشاري الطب وجراحة الأسنان. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا نور يا حبيبي، يومك سعيد يا رب. نورتينا في 8 الصبح. منور بيك يا قلبي. عايزين نتعرف على أهمية الأسنان وأهمية الحفاظ عليها. هو حلو قوي زي ما انت قلت كده يا نور، بالظبط فكرة ان الأولاد الصغيرة عندهم فكرة ان ايه، ما أسناني هتبدل، ما كده كده هتبدل، ألعب بيها بقى براحتي وأكل براحتي وأعمل براحتي، وكده كده دي أسنان لبنية، وعلى ما تطلع الدايمة تكون أكون ظبطت بقى وهبتدي أغسل سناني لما أبدل سناني ويطلع لي الضروس الدايمة. دي فكرة صح 100% عند كل الأطفال حتى ولادي. تمام. هل تؤثر صحة الفم على الصحة العامة؟ طبعا يا حبيبي، هقول لك على حاجة. ربنا خالق جسمنا كله ده عامل زي الكمبيوتر سيستم، كله متواصل مع بعض. يعني القلب متواصل مع الجهاز التنفسي، متواصل مع الجهاز الهضمي، كلهم مرتبطين مع بعض بحاجة بقى اللي هو ايه؟
الدورة الدموية اللي هي ايه؟ اللي هي الدم، صح؟ الدورة الدموية بتبقى هو ايه الدورة الدموية؟ الدم. بكل بساطة الدم بيربط كل أجهزة الجسم ببعضها. فايه اللي بيحصل بقى لو اي خلل في اي جهاز منهم؟ بيعمل خلل في الباقي كله، ما بالك البوابة الرئيسية للجهاز التنفسي مثلا هو الفم، وبرده هو البوابة الرئيسية للايه؟ للجهاز الهضمي. فأي خلل مثلا في الأسنان والضروس نلاقي دايما بيشتكي من ايه بقى المريض اللي عنده خلل في أسنانه ودروسه؟ يشتكي مثلا من حاجة بعيدة قوي، يقول لك أنا بيجيلي قولون عصبي، أنا مش قادر، أنا بطني وجعاني، لأن هو ما استخدمش الضروس صح، ما طحنش الأكل قبل ما ينزل الجهاز الهضمي. طب يحصل عنده ايه كمان؟ خلل في الجهاز التنفسي، التنفس ما يبقى السليم، لأن هو هيبتدي يتنفس من ايه؟ من بقه لو فيه مشاكل، فهو الطبيعي ان احنا التنفس بيبقى من الانف. فكل دي بتعمل مشاكل لان كله مترابط مع بعضه. تمام. هل الطفل الرضيع البيبي الصغير لازم بعد ما ياخد الرضعه بتاعته ينضف اللثه؟ طبعا طبعا، وينضف الاسنان اللي ظهرت. ليه بقى؟ عشان ما نعملش حاجه اسمها تسوس الرضاعه. تسوس الرضاعه ده بيحصل ازاي؟ دي اكتر بقى مشكله بتقابل البيبي الرضيع. يعني تلاقي بيبي عنده 6 شهور ولسه يا دوبك مطلع سنتين، وتلاقي السنتين دول طالعين اصلا لونهم اسود، متاكلين. طب متاكلين من ايه؟ ان هو بينام على الببرونه، يعني بينام في لبن وبقايا لبن على اسنانه. فالام ما تهتمش انها تنظف اللبن ده، هي بتبقى مهتمه ايه؟ ان البيبي ينام. كتر الزن بقى، انت عارف. عارف ولا مش عارف؟ عارف. طيب تنظفها ازاي؟ تنظفها ازاي؟ هقول بس اللي بيحصل وبعدين هقول لك بتنظفها ازاي. فتسيب بقى اللبن، اللبن ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه سكر، صح؟ بيبقى فيه جلوكوز مع البكتيريا، فيعملوا ايه؟ طول الليل بقى مفيش لعاب عشان البيبي نايم، فمفيش لسان بيحرك اللبن، مفيش لعاب بيحرك اللبن من على الاسنان، فالاسنان تفضل متراكمه، اللبن يفضل متراكم على الاسنان مع البكتيريا، تعمل بقى عمايل فيه. على الصبح بقى تكون طبعا كلت لها شويه، مع التكرار القصه دي يحصل ايه؟ يحصل التسوس اللي هو اسمه تسوس الرضاعه. فده اكبر ازمه طبعا بتقابل الاطفال الصغيره. تلاقي الطفل جاي لك عنده سنه وسنتين ومطلع كل اسنانه ودروسه، وتلاقيها كلها متاكله. والام مش عارفه هي عملت ايه. ممكن تسبب سخونيه، ممكن تسبب كل مشاكل، كل حاجه بقى، كل المشاكل يعني طبعا تكون. والولد بيبقى في مرحله الفونكس، ان هو بيتعلم الكلام ويتعلم المخارج السليمه للحروف. طب ينظفها ازاي بقى؟ يعني الام هي المفروض من كل ام تعمل ايه؟ بعد ما الولد يروح في النوم بكل بساطه خالص، نجيب حته قطنه وقبلها ميه بس اعصرها عشان ما تنقطش ميه والبيبي يشرق مثلا وهو نايم، وامسح له على اسنانه اللي ظهره بمنتهى البساطه. بس. وفي فرش اسنان صغننه كده بتبقى في الصيدليه، بتبقى على قد الفينجر كده، على قد الصباع، بنغسل بيها. بس حتى لو مش لاقيينها هي بسيطه جدا، حته قطنه ونحطها في الميه ونعصرها، ومهم ان انا ما اسيبش اللبن متراكم على الاسنان. اوكي. ودي لازم كله يعملها. تمام. يبداوا الاطفال يغسلوا اسنانهم بالفرشه والمعجون من امتى؟ احنا هو لسه بنقول بقى من هو صغير، واحنا اصلا عاملين له فرشه وهو لسه بيرضع، فنغسل على طول بعد الرضع. بس من غير معجون؟ من غير معجون، بميه بس. سؤال. طيب. بقى نور، المعجون، المعجون بقى يا نور، المفروض بعد كل اكل. طيب احنا دلوقتي بره البيت وانا في المدرسه، هيبقى معايا بقى فرشه ومعجون بقى والكلام ده؟ اكيد مش هروح المدرسه بفرشه ومعجون. طب ليه ما يروحوش يا دكتور بفرشه ومعجون؟ واي نوت؟ كويس ان احنا نروح بس باللانش بوكس. طيب. ونرجع بيه. يا داليا يا داليا. انا بحاول ارسخ ثقافه كده. لا لا لا، بصي مفيش. يعني هيبقى صعب جدا على الاطفال، يعني احنا ككبار، انت يعني حتى في يومك ككبار احنا بيبقى صعب الالتزام بالقصه دي. فنعمل ايه؟ ناخد بقى معانا حاجه فيها فايبرز، الياف، عشان دي طبيعي بتنظف الاسنان وبتمنع تراكم الاكل على الاسنان. يعني اخد معايا تفاحيه. ده بجد؟ في اللانش بوكس بتاعك انت وانت نازله الصبح بقى، باخدي معاكي لانش بوكس فيه تفاح. يعني التفاح بينظف السنان؟ ايوه طبعا، فيه فايبرز. والخيار. اوكي. ما يخليش الاكل يتراكم. عندي بقى مشكله مع الاولاد الصغيره في ايه؟ في الكاندس والسويتس، الحاجات الستيكي اللي بتلزق دي بلوى. ايوه دي بلوى. يعني احنا في الطبيعي ممكن كده نروح نتمضمض ونيجي خلاص، يعني اهو مشينا الدنيا شويه. لكن التوفي، ال الجيلي كولا بقى والحاجات، لا مش البونبون، الحاجات الستيكي اللي بتلزق، عارفه الشوكولاته المورو مثلا، يعني الحاجات اللي هي فيها حاجه بتلزق، تلزق في الضروس،
فبتفضل بقى لازقه، هي نفس الفكره، بتفضل موجوده بالسكر اللي فيها والبكتيريا موجوده في الفم، فيخلصوا هما الاثنين بقى الضرس براحتهم في الوقت اللي هم عايزين. بس يبدا من سن كام يستخدم المعجون؟ من اول سنتين، من اول ما يطلع اسنان ودروس. اوكي طيب. وفي معجون اسنان خاص بالاطفال عشان لو اتبلع. ايوه يعني انا يعني بشوف زي مثلا معجون نكهه الفراوله او الكوكاكولا دي بتاعت اطفال. كل واحد بيختار النكهه اللي هو عايزها وبيجيبها. طيب المعجون ده لما بيبقى منكهه اي حاجه زي الفراوله او الجيلاكولا ده بيبقى مضر ولا بيبقى لا زي ما فيش فيه اي مشكله خالص؟ هو معمول للاطفال بس معمول بطعمه معين علشان يشجع الاولاد على انها تستخدمه، لان الاولاد ما تقدرش تستخدم اللي احنا بنستخدمه مثلا اللي هو بتاع النعناع ده بيبقى حامي عليهم فمش هتقدر تستخدمه، فابتدوا يطلعوا معجون اسنان للاطفال بالطريقه دي، وبيبقى فيه فلورايد اعلى. يعني اعلى من بتاعنا ككبار. ايه الفلورايد ده اللي هو الفلورايد ده بيقوي المينا بتاعه الاسنان وبيمنع وبيقلل قصه التسوس. طيب يعني ايه الطريقه الصحيحه لغسل السنان؟ بص دايما اقول كده، السنه عامله زي الشعر الطويل، فانا ببتدي من اول اللثه من فوق وابتدي اسرح الشعر الطويل لتحت. ايوه كده؟ ده بالنسبه يعني للسنان اللي فوق. مش كده 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 ده بيعمل اتريشن وتاكل في المينا. في ده في ناس بتقعد اللي هي تعمل كده وتدخل لا 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 ده كل ده تاكل في المينا وحاجه مرعبه، والا لو شوف فرشه السنان هارد ده مرعب الكلام. يعني انا اغسل سناني كده 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 ده اللي فوق، واللي تحت بقى العكس كده. ايوه برافو كده كده يعني كل صف لوحده. كل صف لوحده لكن ما اعملش كده 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 دي او كده 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 خالص خالص. وفرشه السنان تبقى سوفت، ما تجيبش الخشنه. لا بننحت المينا، بنعمل اتريشن وتاكل في المينا مش بكتر الدعك. طيب نعمل ايه تاني؟ ندخل بقى على السطح العلوي ده كده 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 كده. اوكي يعني خط 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 كده كده يعني برو. زي كده يا استاذه صفاء بالصعود لما قالت من فوق لتحت ومن تحت. ايوه هي بالظبط، هي الاغنيه في الصميم صح. بالظبط. طيب هل المضمضه بالميه والملح مفيده للثه؟ اكيد اي غسول بيبقى مفيد طبعا، يعني اي غسول مفيد حتى لو غسول من الصيدليه بيبقى مفيد، والميه والملح نفس الكلام. بس دي ثقافه عندنا فولكلور ان احنا دايما اللي يعني كنا متعودين دايما ميه دافيه بملح. تمام. ازاي الام تعرف ان ابنها عنده تسوس في الاسنان؟ احنا مش لازم نوصل بقى لمرحله الايه ان الطفل يشتكي فنبتدي نعمل، لانه مجرد انه اشتكى معناه ان هو وصل لمرحله صعبه. التشيك اب كامل بقى اول بقى. التشيك اب بقى الريجولار تشيك اب، ثقافه المتابعه عند طبيب الاسنان. دي لو وصلنا لها يعني كل 3 شهور كل 6 شهور اودي ابني، دي حاجه انا كمان ليا عين اقدر ابص عليه. طبعا التسوس بيبقى واضح، بيبقى باين ان هو حاجات سودا في الاسنان. وانا كمان المتابعه الريجولار تشيك اب دي ثقافه مهمه جدا 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 ان احنا نعملها لأطفالنا. وهي كمان تهتم بأسنان طفلها من وهي حامل. إزاي بقى؟ قلتي لي يعني ده قبل الهوا. أيوة الكالسيوم بتاع الأسنان بتاعة الطفل بيتاخد من وهو جنين في بطن أمه. سبحان الله. علشان كده بنكتب للأم كالسيوم. ليه؟ لان هو بياخد الكفايه بتاعته والكالسيوم بتاعه وكل حاجه من عظم امه، من الكالسيوم بتاعها. اوكي طيب وبننصح دايما الام ما تاخديش مضاد حيوي معين، ما تاخديش ادويه معينه، عشان دي بتظهر فين؟ في الاسنان بتاعه الجنين وهي بتتكون. فيما بعد احنا دلوقتي بناخد كالسيوم واحنا كبار، على فكره الكالسيوم ده ما بيفيدش السنان، يعني بيفيد العظم. يعني الالبان اللي بنشربها دلوقتي خلاص كده بناخدها عشان صحتنا العامه وعشان عظمنا. امال لغايه امتى الاسنان تستفيد بالكالسيوم؟ لغايه سن كام؟ وهو جنين. شفتي بقى؟ يعني اهم حاجه يعني احنا الاهتمام بيبتدي من والجنين في بطن ام. سبحان الله. تمام. امتى نكتشف ان الفك محتاج تقويم وايه سبب اعوجاج الاسنان؟ سبب اعوجاج الاسنان اولا احنا امتى بنتكلم في التقويم؟ من سن حوالي 12 سنه. ليه بقى سن 12 سنه؟ يكون بدل كل الاسنان والضروس، هي اخر حاجه بتبدل في البق النابين، النابين دول بيتبدلوا على 12 سنه. فبعد 12 سنه نكون خلاص ضمننا ان كل الاسنان وكل الضروس بقت الدايمه مش اللبنيه. يعني بعد 12 بتثبت
يعني بس طبعا في فرايتيز بقى، يعني في مثلا واحد بيغير على 12، ممكن 12 ونص 13. اهم حاجه الافريج، اهم حاجه كل الاسنان والضروس تبقى ايه، تبقى خلاص الدايمه بدلت. طيب سبب اعوجاج الاسنان ايه بقى؟ هقول لك ان احنا السنان، السؤال ده حلو قوي، ان السنه مثلا اللبنيه تتلخلخ فيحصل ايه، نقول نسيبها لحد ما تقع لوحدها، فتيجي الدايمه تطلع فما تلاقيش مكانها، تقوم طالعه بقى يمين شمال في اي حته بقى فاضي. بالعكس يقولوا لنا سيبوا السنه تقع لوحدها محدش يكسرها. اول ما تبتدي تتلخلخ نخلعها على طول عشان افضي مكان للسنه الدايمه. يعني انا كان عندي سنه بتتلخلخ من فتره، فمامتي بتقولي سيبها هي هتقع لوحدها. غلط، لا رحت ماسك منديل ورحت شددت على طول. برافو، ما جيتش عندي يعني اخلعها لك. طب وده صح اللي هو عامل ان هو يخلعها لنفسه؟ شاطر جدا. عادي ولا يخلعها عند دكتور؟ اي يوم. بصي هي لو كانت ماسكه قوي ما كانش هيعرف يخلعها، فهي معناها انها لدرجه ان هو شدها وقدر يشدها يعني نفسه، معناها انها كانت سايبه قوي. سايبه قوي. سايبه قوي. اوكي. فخلاص طالما عرف يخلعها ما فيش مشكله، انما لا طبعا هي متخصص احسن. اكيد اكيد. بصي في كل حاجه، بس يعني ايه، اسنان الاولاد دي ممكن يكون بياكل جزره خياره تقوم السنه طايره. فاحنا عايزين نتكلم ان اي حاجه السنه بتلاقيها بتتلخلخ لازم تتخلع، تتخلع على طول عشان افضي مكان للسنه الدايمه، تطلع تلاقي مكانها فتطلع ايه مظبوطه. اوكي. هو ده اللي بيعمل عوجاج السنان. او نخلع بدري مثلا ضرس يكون الدايم بيطلع من 9 ل 10 سنين مثلا، او من 10 ل 11 سنه، او ما انا جاي عند ولد عنده 5 سنين وضرسه ده باظ اقوم خلعاه، فيحصل ايه، ادي عندي فراغ، الضرس اللي قبله يقفل عليه والضرس اللي بعده يقفل عليه. ما هي السنان ده صح ولا غلط؟ ما ده طبعا غلط. فيجي الضرس الدايم ما يلاقيش مكان. امال المفروض اعمل ايه؟ هنحشي. طيب ما عرفناش نحشي، انا عايزاه زي الطوبه حافظ مكانه لحد ما يجي سن التبديل اخلعه. طيب احنا بنتكلم بقى في 5 سنين والضرس ده المفروض يطلع في 11. طب افرضي ان انا خلاص وصلت المرحله لازم اخلعه، احط حاجه اسمها سبيس مينتينر حافظ مسافه. ده بقى كل ده عند متخصص؟ يعني طبعا عند دكتور سنان. استشاره متخصص. بالظبط كده. ايه هي، ممكن نعرف ايه هي الدعامه وامتى ينفع نركبها؟ الدعامه دي لما بيجي ضرس مثلا مسوس قوي لدرجه ان هو اتكسر فخلاص ما عادش فيه الا الجدر، والجدر يكون سليم، فانا استخسر اخلعه، اقوم عامله حشو عصب واقوم حاطه في الجدر ده دعامه واقوم بانيه عليه الضرس واقوم حاطه عليه طربوش. ده للاطفال ولا للكبار بيحصل؟ للكبار. الاطفال في الاغلب ما بيبقاش كده، احنا بنحط لهم على طول طربوش، طربوش معدني ستيل كده. طب عايزه اسال حضرتك سؤال، تسمح لي بس يا نور، اللي هي الخيط اللي هو معمول ده اللي هو تنظيف الاسنان، أيوه. ده صحي ولا غير صحي ويستخدم للكبار ولا للاطفال؟ صحي 100%. وغسيل الاسنان بدون خيط طبي، انا دايما اقول كده يعني، غسيل الاسنان بدون خيط طبي يعتبر غسيل ناقص. يعني استخدم الخيط الاول ثم غسيل بالفرشاه؟ لا العكس، نغسل بالفرشة. أوكي. سطح السنة عبارة عن إيه؟ عن 5 أسطح، يمين وشمال وقدام وورا من ناحية اللسان ومن فوق. حلو، حلو الكلام. طيب أنا دلوقتي بالفرشة بغسل إيه؟ قدام وورا وفوق. طب اليمين والشمال ما بغسلهاش بالفرشة، الفرشة ما توصلهاش، أمال إيه اللي يوصل لها؟ الخيط. بالظبط كده، اللي هو بنقعد نعمل كده. بالظبط. فبطلع الحاجه الوحيده اللي مسموح لها انها تخش ما بين الاسنان هو الخيط الطبي، معمول بسمك معين وبيكون واكسد يعني عليه شمع عشان ينزل ويطلع بسهوله من غير ما يعور في اللثه. أسوأ حاجه بقى التحشير اللي هي خله السنان. فعلا بتعملي خله سنان يا داليا؟ الناس كلها. لا يا داليا غلط يا داليا. سنتي اسنانك ما شاء الله جميل، تسلمي لي. طيب ليه خله السنان مضره؟ ليها سمك. اوكي. فالسمك ده بيدخل يقطع في اللثه عشان تعرف تخش، فبيحصل ايه مع تكرار استخدامها؟ بيحصل حاجه اسمها جيوب لثويه، يعني بوكت، تلاقي الاكل بيتحشر دايما في ما بين الضرسين وتلاقي فراغ ما بين الضرسين. ايه ده انا ما كانش عندي فراغ قبل كده. اقول له انت استخدمت ايه، حشرت ايه، يقول لي خله، وفي اللي يقول لي عود كبريت، وفي اللي يقول لي طبعا كل واحد بقى ايه اللي بيلاقيه في وشه. فدي مأساة، دي مأساة. يعني ممنوع استخدام الخله الخشبه دي. ايوه، خله الاسنان اللي هي الخشبه دي. الخيط والفرشه. خيط والفرشه وغسول بقى اي حاجه، ميه دافيه بملح، اي غسول من الصيدليه، المضمضه دي اللي هي بالنعناع. المضمضة. دي حلوه جدا. طب
ريحة فم الأسنان مهمة للأطفال طبعا، إزاي برضو إن إحنا نخلي ريحة أسنان يعني بقهم حلوة؟ هي أول حاجة الغسيل تمام، ولو عندي ضرس مسوس بيجمع أكل أو بيحشر أكل المفروض أن أنا أكون حشيته. وحاجة كمان مهمة دايما بتبقى غايبة، طب أنا لو زرت الدكتور أنا بعمل كل الحاجات دي ولسه في ريحة، ممكن تكون من الجيوب الأنفية. يعني عنده افرازات، فالافرازات دي اللي هي الافرازات اللي هي بتاعت الجيوب الانفيه اللي هي اللوز، مش ساعات كده بنقوم نلاقي كده في حاجه واقفه في زورنا كده ومش عارف ايه لما بيكون عندنا دور برد. هو ده بقى برضه بيعمل الافرازات دي، بتعمل اكيد ريحه في الفم، بس ده على اساس ان الاسنان تمام وانا مامنه ان هي سليمه 100%. بغسل سناني ما عنديش فيها تسوسات، ما عنديش فيها حفر، ما عنديش. ادينا روشته كده لروتين يومي للطفل يعمله. اهم حاجه بالنسبه لي يغسلها كم مره، امتى وفين؟ بصي هو بعد الاكل. اوكي طب احنا مش هنعرف نبقى بعد الاكل على طول، يبقى مره الصبح ومره بالليل على الاقل في البيت ولما ارجع. المره بتاعت بالليل دي مهمه عندي قوي. مش مره الصبح، مره الصبح احنا قايمين نغسل، احنا دي مره الصبح بنعملها احنا لينا، اللي هو احنا قايمين الصبح فبنغسل سناننا عشان لما ننزل يبقى ريحه بقنا حلوه، لما نروح المدرسه يبقى ريحه بقنا حلوه. لكن انا عندي اهم حاجه المره بتاعت بالليل، لان بالليل واحنا نايمين اللعاب بيبقى قليل، لان احنا ما بنحركش لسنا، عشان ايه اللي بيخلي اللعاب يتحرك في البق، واحنا بنتكلم وبنتعامل واحنا بنتنفس بنحرك لسنا صح، لكن واحنا نايمين حركه اللعاب قليله فالبكتيريا تتراكم اكتر. واللعاب ده مهم في ايه؟ بيحرك البكتيريا، ما بيخليش يعني ولو عندك اكل ولا حاجه، لا انت طول ما انت بتتكلمي هو بيتحرك. يعني اللعاب مهم جدا طبعا. فالمره بتاعت بالليل دي احنا بنبقى نايمين فاللعاب بيبقى قليل، فبيحصل ايه؟ ان البكتيريا او الاكل او اي حاجه بتتراكم بقى، ونسيب البكتيريا مع الاكل مع السنه يعملوا احلى شغل واحنا نايمين بالليل، احنا مش داريين. فعشان كده غسيل السنان بتاع بالليل ده مهم جدا. اللي اكتر الحاجات اللي ستيكي دي اللي لازم السنان تتغسل بعديها على طول، الحاجات اللي بتلزق، توفي، جيلي كولا، الحاجات اللي بتبقى ملزقه في الضرس. دي لازم بقى فرشة على طول. لبان. اللبان ده يعني بلوى برضه في حد ذاته، لان هو اي حد عامل حشوة اكتر حاجة بتطلع بالحشو اللبان ده. يعني انا اصحابي في المدرسة المفروض اللي هو ممنوع لبان في المدرسة. اي. فبلاقي كل واحد يوم قبل ما يروح المدرسة يفتح له اللبانة يحطها في بقه ويقعد بيها باليوم كله ويقعد ياكل فيها ويلم البكتيريا. المدرسين سايبينه يعني؟ ما بيقعدوا يزعقوا. هو يرميها ويروح واخد واحدة تانية لحد ما ياخد الطعم اللي فيها. بس احنا انا شخصيا بعمل كده. يقعد يلعب باللبانه لغايه لما تلم البكتيريا كلها، واقول له انت ليه بتاكل؟ يقول لي لا اصل حلوه وبتخلي ريحه نفس حلو. يعني بص هي اللبان طبعا هو ده مشكله بالنسبه لي مع الاولاد الصغيره، والمصاصه والبونبوني اما نقعد نكسرها على الحشو، ما انت بتكسر الحشو. فاللي عامل حشو ده لازم يبقى عنده بروتوكول سوية، لازم عنده طرق معينة، يعني بنمنعه من اللبان، البونبوني يتمص للآخر، المصاصة تتمص للآخر، بلاش نكسرها يعني. أنا بشكر حضرتك كتير جدا جدا يا دكتور على أنا عن نفسي استفدت، يعني على الرغم إنها للأطفال الصغيرين بس أنا استفدت. وأنا كمان استفدت قوي. استفدت إيه يا نور سريعا؟ يعني اللي أنا ما أكلش حلويات وبالذات الحاجات الستيكي، لأن عرفت اللي هي بتبوظ الأسنان وكده. يعني قررت تاخد روتين مختلف في حياتك. بشكر حضرتك دكتور نانسي استشاري وطبعا طبيبة جراحة طب فم الأسنان، بشكر حضرتك. وأنا هتركك أنت بقى يا نور لختام هذه الفقرة. نشكرك جدا طبعا يا دكتور نانسي، اديتيني معلومات حلوة قوي ونصائح حلوة، ونشكرك جدا وإن شاء الله نشوفك في حلقة تانية إن شاء الله نستضيفك. وبكده تكون خلصت فقرتنا النهاردة، كان معاكم نور الدين إسلام، ونشوفكم في لقاء آخر.